متابعي الكرام، مرحبا بكم معنا. اليوم قررنا نخرجوا الشارع باش نسولوا المواطن المغربي على الراي ديالو في اغلاق الملاهي الليليه ليله راس السنه. لنتابع. والراي ديالي هي دابا مع هذه الازمه ديال كورونا، انا بالنسبه ليا كوني بقى زعما كل شيء حال، ولكن هذا الوباء والله يخففوا على جميع البشريه، هذا الشيء اللي كنتمناه. اما دابا مع راس العام وهذه غيكون سدان وغيكونوا قهاوي وغيكونوا بيران وغيكونوا قهوي سادين، وداك الشيء راه غيكون الرواج ناقص. والله مالك الحمد، هي دابا غادا كتخف بشويه بشويه، ونتمناو الشفاء للعالم كله ان شاء الله. يسدوا ولا بغاو يسدوا هذا الشيء، هذا ما عندناش فيه حنا شي، يعني حنا دوله الاسلام بعدا خاص هذاك الشيء يتحيد، فهمتي كيفاش؟ ودابا الا حيدوا داك الشيء راه الصالح للجميع، يخليونا غير الجامع، الجامع فيه الناس نقيين ومتوضين ومتقين الله، يعني ما كاينش شي واحد غادي يدخل يدير مشاكل ولا ما لي بوات. بالنسبه لي انا ماشي شي حاجه ضروريه في هذه البلاد هذه، وسيرتو في هذه البلاد هذه بلاد الاسلام وبلاد زعما تبقى معايا. وراس البحر بحال براس العام، احنا مسميين كنحتفلوا براس العام. قول لي ما يمكنش ما الاحتفال ما بان لي ما احنا المسلمين ما خصناش نحتفلوا بعد بعد راس العام، هذوك كيحتفلوا بها النصارى واللي في الدين ديالهم داك الشيء، احنا في الدين ديالنا ما كاينش هذا، ما كاينش هذا الاحتفال هذا يعني براس العام. انا بنتي عمرني ما كنحتفل براس العام، وما عندي علاقه براس العام، حيت راس العام ديالنا حنا ما كيحتفل به حتى شي واحد، خصنا حنا نحتفلوا بالسنه ديالنا، ما السنه الميلاديه ما عندنا بها حتى شي علاقه. وهذا الشيء ديال السدان ديال اللوطيلات وهذا الشيء راه سادين من بلا راس العام، عاد المرض راه كل شيء سد. انا حاليا كنت خدامه في ريستوراج وسدوا لينا، علاش؟ ما كاينش تباعد، وصبحت انا خاليه بدون شغل، ما خداماش على قبل هذا السبب. نيت ناحيه شي كاين فيه جوج نواحي، ناحيه ديال الناس اللي كي زعما مسلمين ومتعاقين وهذا، والناحيه ديال الناس اللي خارجين الطريق، اللي خارجين الطريق راه ما مزيانهاش ليهم بطبيعه الحال، ما يزهاو ما والو، كيبغيو بحال قريعات وهذا راه حاجه طبيعيه. والناس اللي شادين الطريق راه غتجيهم عاديه، كيحلوه كيما حلوش، ما كاينش شي فارق زعما. وانتيا بالنسبه لي؟ بالنسبه لي انا تمنيت هذوك ولا هذوك؟ لا لا، انا شاد الطريق، ما كاينش زعما. الله يرضي عليك. داكشي ناضي، داكشي ناضي، ما كاينش الغاره. شنو هو اللي ناضي؟ زعما شادين طريق الله وهذا ما كاين لا وكيل. الحمد لله الحمد لله. الظهر شحال فيه من ركعه؟ في 4 ركعات. ويلي ويلي. اصغر صوره في القران. للدرجه اصغر صوره هي الكوثر. عندك بالنسبه للناس العاديين يعني عادي كيسدوا لي كاباري كيبقاو عادي، كتدوز راس العام في الدار، وكاين عاوتاني اللي كيبغي يسافر عاوتاني يقدر يعني يتحنسر، كاين اللي كيبغي يمشي يسافر مثلا يدوزو في مراكش يدوزو في طنجه، هذوك غيلقاو مشكل. وبالنسبه ثاني الشركات ولا ديال ولا لي زوتيل ولا لي ريستو مثلا كيبغيو مثلا انهم مثلا داك النهار بالضبط راس العام اللي كيقدروا يدخلوا فيه مثلا فلوس بزاف، كيجيو الناس بزاف كيبغيو يحتفلوا، حتى ما غيسدوا لهم يعني غيتضروا. ولكن بالنسبه للناس العاديين يعني عادي كيبقايتي في الدار كيبقايتي في. انت فين غدوز راس العام؟ انا لا انا ندوز في الدار هذا العام، باقي ما عرفتش الصراحه الدار ولا على حسب واش غيسدوا ولا غيحلوا. يلا قلنا لك غيسد. لا باقي ما باقي ما خرج زعما قرار 100% انه غيسد. لا صافي غندوز في الدار، نديرو حفله في الدار احسن. مزيان. وكون كان محلول كنتي غادي تمشي؟ كنت غنسافر ما يمكنش نبقى هنا مراكش ولا على حسب فين غادي الدراري. بواط؟ لا ماشي بواط. كباري؟ المهم اي حاجه بانت لي انا فهمتي شي شي بواط مزيانه. بالنسبه لي هذا فهمتي قرار زوين انهم يسدوا هاد، حيت فهاد المناسبه ما لها حتى شي حاجه، حيت المناسبه يعني في العام اللي ديالنا حنا اللي خاصنا نحتفلوا به، غير هو واحد ما كيحتفل، وذاك وذاك النهار بالذات اللي هو اللي كلشي كيدير فيه شي حوايج اللي بزاف، يعني ماشي غير فهمتي بالنسبه لي انا مزيان يسدوا. ولكن الناس اللي خدامين في هذوك لي زون متفق معاك، بنادم غادي يضر، ولكن هي كيف قلت لك راه مناسبه ما لها حتى شي حاجه، ما لهاش حتى شي حاجه، فهمتي حنا عارفين الناس غير الضر الناس غير بلا ذاك النهار، يعني ذاك النهار بالنسبه لهم والو ماشي شي حاجه، حيت راه كاينين شي حاجه اللي الناس كضر في شي حوايج كثر فهاد كورونا كامل فهاد الشيء اللي وقع، يكون كاينين الناس تضروا في شي حوايج بزاف، يعني ما غاديش بنادم نهار واحد ما غادي نهار عادي باش غيوقع كاع، باش علاش غادي يوقع؟ ها؟ فين غادي دوز راس العام؟ ندوزو مع ولادي، فهمتي ندوزو مع ولادي. Happy New Year, you know, 20,
2022, you know, it's going to be an awesome year. You know, 21 was a good, you know, with Corona shit, it sucks in Morocco, but we're still good in the hood, you know. But I feel like in 2022 is going to be awesome. It's going to be full of surprises. I hope we're all not going to die, you know, because of Corona. But yeah, I think you should guys go drink, fucking drink, you know, smoke. Have all the fun, you know. You're only gonna live once, so why not? Why not fucking drink, get wasted, and have the best hangover in your fucking life. المشاهدين هذا كان رأي ديال المغاربة كيف ما لاحظتوا معنا، وانتم خليو لنا الآراء ديالكم في الكومنتير. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد. وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.